السيد جزاه الله خير قال لي ان هو هيبدا عن البول بلادر ويتكلم عن الكتروجينيتك سيركوليشن. فانا حضرت الايه الكلام عن البول بلادر وعن الليفر والمنطقه ديت يعني الكتروجينيتك سيركوليشن. طبعا احنا اول حاجه هنتكلم عنها الليفر. طبعا الليفر دي تعتبر يعني ذا بيجست انترنال جلاند في البطن. والكبد بالنسبه لنا يعتبر يعني يمثل حوالي 2.5% من البادي ويت بتاعنا، بيستقبل حوالي 25% من الكاردياك اوتبوت. وظيفه الليفر ايه؟ طبعا الليفر يكاد يكون وظائفه لا تحصى، وظائفه لا تحصى. وطبعا اهميتنا كجراحين او كناس كبطنه او كذا، ما ينفعش دكتور حتى لو كان دكتور لسه ما يعرفش يعمل ايه، حتى لو كان دكتور جلديه ما يعرفش يعمل ايه، لان طبعا الليفر لها علاقه بكل التخصصات. الليفر اولا بتدخل فيه بتكون كل الكلوتينج فاكتورز، كل الكلوتينج فاكتورز بتكون في الليفر معظمها بنسبه 90% 99%. كل البلازما بروتين بتتكون في الليفر، في الليفر ما عدا طبعا اللي هو الجلوبين اللي ممكن يتكون في الليمفاتيك تيشوز. فطبعا اي خلل في الليفر هيؤثر على مين؟ هيؤثر على الحاجات دي. طبعا احنا قبل ما بنعمل اي عمليات طبعا بالنسبه للناس اللي هم للجراحين او كده بيضطر يطلبوا البليدنج تايم والكلوتنج تايم والبي تي والبي تي تي والاي ان ار وكده والاس جي بي تي والاس جي او تي، الاس جي بي تي والاس جي او تي. طبعا احنا ليه بنطلب الحاجات ديت؟ لان طبعا ما ينفعش واحد يدخل عمليات ماشي ويكون عنده مثلا القلب منواطي بشكل كبير او الكلوتنج تايم برولونجد او البي تي برولونجد او كذا. فاحنا لابد نبقى عارفين الحاجات دي. طبعا القلب من جلوبولين فايبرينوجين جروث هرمون اللي هم البلازما بروتينز بيتكونوا كلهم في مين؟ في الليفر. قلنا ما عدا الجلوبولين بيتكون في مين؟ في الليفر وفي باقي اللي هو الايه؟ الليمفاتيك تيشوز. الليمفاتيك ايه؟ تيشوز. طيب وايه تاني؟ الليفر ايضا بيمنتين طبعا بيفورم اللي هو الالبومين اللي هو مهم للاوزموتيك او الانكوتيك بريشر او بلازما بروتين. الالبومين دي اللي بيسحب لنا الميه في الجسم بتاعنا، اللي بيسحب لنا الميه اللي في الجسم بتاعنا. فاي خلل في الالبومين سواء كان نتيجه ليفر او سواء كان ككدني دي بيؤدي الى مين؟ الى مشكله كبيره. يعني احنا لو عندنا مثلا المصنع ما بيكونش اللي هو الليفر وعندنا هايبو البومونيميا، ايش اللي هيحصل؟ هيحصل ان الانكوتيك بريشر اللي هو مسؤول عن الري ابزورب فورس، احنا عندنا تو فورسز. لما انت ناخد اللي هو الميكانيزم اوف اوديما او الاديما او التيشو بير او التيشو فلويد فورميشن او كده هنبقى عارفين ان احنا عندنا تو فورسز دولت ايه؟ يعني انتاجونست لبعض. في واحده ري ابزورب بتساعد على الري ابزوربشن، واحده بتساعد على مين؟ على انفلتريشن. اللي مسؤول عن الري ابزوربشن يعني تمتص الميه وتشد لنا الميه من الانترستيشال تيسوس اللي هو مين؟ اللي هو الانكوتيك بريشر. والانكوتيك بريشر بلازما بروتين الانكوتيك بريشر مسؤول منه عنه مين؟ اللي هو الالبومين. الالبومين دي بتكون فين اصلا؟ من اللي في الليفر. فلو هو ما بيتكونش يبقى احنا هيبقى عندنا خلل كبير جدا، هيبقى عندنا الري ابزوربت فورس هتقل في المقابل الفلتريشن فورس ثابته. يبقى الفلتريشن فورس ثابته ودي قلت يبقى هيحصل مين؟ هيبقى في مور فلتريشن ليس ري ابزوربشن، هيحصل ايديم. هيحصل ايه؟ ايديم. نيجي بعد كده نتكلم على ان الليفر دي مهم جدا للجلوكوز هوميوستاسيس. جلوكوز هوميوستاسيس يعني ايش يعني جلوكوز هوميوستاسيس؟ ده مهم جدا. احنا دلوقتي صايمين في رمضان، طب احنا شغالين ازاي؟ طب البرين شغال ازاي؟ ودي ما يقدرش يشتغل من غير جلوكوز، المصل ما تقدرش تشتغل من غير جلوكوز. طيب ايش الليفر بيعمل ايه دوره بقى؟ واحنا جعانين بيبدا الليفر دهوت اول انت ما تاكل حضرتك بعد الفطار بيبدا انت احنا طبعا بناكل بطريقه شرسه وطريقه شرهه كتير جدا. طيب احنا بعد ما بناكل كل الاكل دي بيروح فين؟ جزء منه بيحصل له اكسكريشن، جزء منه بيحصل له ري ابزوربشن. الجزء اللي بيحصل له ري ابزوربشن ده في جزء منه الجسم بياخده الجلوكوز دي بيروح يتوزع على الجسم كله بحيث ان هو يحصل له جلايكولوسيس ويطلع لنا اي تي بي والانرجي اللي احنا مطلوبه عشان خاطر نقدر نشتغل، المصل تشتغل والتيشوز تشتغل
ويحصل الميتابوليك بروسيس اللي في الجسم. وقتي احنا لو احنا ما يعني ما كلناش لو الجلوكوز دلوقتي احنا في جلوكوز زايد. الجلوكوز الزايد دي اللي بره يعمل في ايه؟ ما بيرموهوش بقى. الجلوكوز زايد في جزء منه يرميه، في جزء منه يحصل له ان هو يحصل له دي يحصل له ان هو يخزنه ستورج في صوره مين؟ جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز يكون لنا جلايكوجين. الجلايكوجين ايه؟ يحصل له ستورج مين؟ في الليفر. لحين انا مثلا ما نحتاجه، لحين انا ما ايه ما نحتاج، انا صمت دلوقتي وانا صايم دلوقتي، فانا دلوقتي ايه مصدر الطاقه عندي؟ مصدر الجلوكوز فين؟ الجلايكوجين اللي متخزن في المصل وفي الايه؟ وفي الليفر، وفي الايه؟ في الليفر. يبقى انا اثناء الصيام دلوقتي الجلوكوز يبدا يشتغل. يبقى الجلوكوز يبدا يشتغل، الجلايكوجين جلايكوجينايسيس، عمليه الجلايكوجينايسيس تحصل، فيتكسر الجلايكوجين لجلوكوز، فيقوم يتكون لنا جلوكوز، يبقى عندنا مصدر الجلوكوز، الجلوكوز دي ايه؟ مصدر الطاقه. طيب دلوقتي انا يعني اتفضل دكتور. استاذنك يا ريس بس عايزين صورتين. صورتين؟ صورتين يا دكتور. ماشي يا باشا. ماشي. ماشي يا باشا. احكي الصورة عن المخرج. لازم ينزل عشان يوثقوا ان هم بيعملوا حاجة في المستشفى. دوكيومنتيشن يعني. اهم الشغل تظبيط الشغل. ماشي. طبعا دي يبقى احنا قلنا اهميه الليفر في عمليه الجلوكوز هوموستاسيس او الجلوكوز هوموستاسيس عن طريق ان هي اما ان احنا ان هي تخزن لنا الجلوكوز. ماشي. تاني حاجه الاهميه الكبرى بالنسبه للجلوكوز ان الجلوكوز ان بالنسبه للليفر وظيفه الاميونيتي. وظيفه الايه؟ الاميونيتي. ازاي يعني الاميونيتي؟ ان في حاجه طبعا حاجه اسمها الكفر سيلز. الكفر سيلز دي زي البالونري الفرار ماكروفاج والمايكروجلايا سيلز اللي موجوده في البرين دي. الكفر سيلز دي مسؤوله عن الاميونتي. احنا طبعا الجهاز المناعي دي مسؤول هل لو حاجه جت على السكين تيشو على السكين في ربنا عامل لنا بارير عشان خاطر يهاجم الحاجات دي. طب لو دخل البلاد في برضه حاجات الانتي بوديز اللي موجوده في البلاد. طب لو دخل التيشوز في بقى حاجات بقى ربنا ايه يعني موجوده. ماشي. التيشو ماكروفاجز ومنها اللي هو مين اللي هو الكفر سيلز اللي موجوده في داخل الليفر بحيث ان هي ايه تحمينا من تحمي الجسم من الميكروبس اللي هي ممكن تدخل الايه الليفر. ايضا من ضمن الحاجات اللي هي ممكن اللي بيعملها الليفر اللي هو الديتوكسيفيكيشن او الان اكتيفيشنز اوف هرمونز والان اكتيفيشنز اوف دراجز. هل كل الهرمونز اللي بتطلع في البودي دي احنا محتاجينها؟ لا طبعا. ففي جزء كبير في جزء منها ما بنحتاجوش او جزء اللي احنا مش محتاجينه بيحصل له كاتابوليزم او ان اكتيفيشن في الليفر. ايضا وظيفه مهمه جدا اللي هي عمليه مين؟ الستورج اوف هرمونز. ستورج اوف هرمونز الليفر بيكون لنا اللي بيعمل ستورج للهرمونز عن طريق الالبومين ثيروكسين بايندنج البومين ثيروكسين بايندنج جلوبولين. الهرمونز اللي زايده عن 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 الفائض اللي عندنا تروح فين؟ جزء منه يحصل له كاتابوليزم وجزء منه يحصل له ستورج لحين احنا من ايه ما نستخدمه يمسك يا اما في الالبومين او الجلوبولين او الالبومين او الايه او الجلوبولين. طبعا بعض الهرمونز بتمشي فري، بعض الهرمونز بتحتاج ان هي تبقى كومبايند زي الثيروكسين. الثيروكسين لابد منه ان هو يمسك في ايه؟ بيمسك في مين؟ في البومين او ايه او جلوبولين او جلوبولين. دي وظيفه من ضمن وظائف اللي هو الليفر اللي احنا قلناها ان هو الان اكتيفيشن اوف هرمونز او ستورج اوف هرمونز والان اكتيفيشن الديتوكسيفيكيشن اوف دراجز. يعني حتى احنا برضه مهم جدا نعرف ان الليفر ان الدواء ده الميتابوليزم بتاعه فين؟ بيروح فين؟ بيحصل له ان اكتيفيشن فين؟ ليش؟ انا مثلا هنكتب له علاج بعد العمليه او هنكتب له اي ادويه او كده لازم نبقى عارف انهي الانتي بايوتكس اللي بيحصل الميتابوليزم بتاعه. هل هو رينال؟ هل هو هيباتيك؟ هل هو اذر تيشوز او كده؟ فبالتالي لازم نبقى عارف انهي انتي بايوتكس سيف في المريض ده. وهل نعمل تعديل موديفيكيشن للدوز لو هو رينال لو هو هيباتيك او كده. نيجي بعد كده نتكلم عن ان الليفر بيكون لنا بيعمل انكتيفيشن للدراجز. الادويه اللي احنا بناخدوها واللي بنبعها طول الليل والنهار ديت للاسف الشديد برضو احنا لازم نبقى عارفين ان هو برضو في جزء منها الجسم بيستخدمه وجزء منها بيحصل له انكتيفيشن اللي هو يعني اضاف اللي هو الايه الليمت اللي احنا محتاجينه او كده الجزء اللي احنا محتاجينه او الجسم هيستخدمها يعني.
من ضمن وظائف الليفر المهمه جدا جدا اللي هو بيكوننا البايل. البايل والبايل دي مهمه جدا، البايل بيكونها وبعدين بعد كده بتروح في الرايت وليفت هيباتيك داكت، وبعدين بيروحوا بعد كده في الكومون هيباتيك داكت، وبعدين بيروحوا يتخزنوا في الجول بلادر الى حين انا من ايه ما ناكل او كده فاتي تيشوز او كده سبيشالي، وبعدين يبدا يحصل لها سكريشن من الايه الجول بلادر لمين؟ في الكومون بايل داكت لحد ما توصل لمين؟ للي هو الديودينام عن طريق السنكتر القدي. ماشي؟ الفورميشن اوف بايل اند بايل سولتس اند بايل سولتس، ودي مهمه جدا للابسوربشن والدايجيشن اوف فاتس، ومهمه جدا للابسوربشن اوف فيتامين اللي هو اللي بنسموهم الفاتس سولبل فيتامينز. الفاتس سولبل فيتامينز اللي هم الاي والكي والاي والدي، الكي اي والكي والاي والاي والدي، احنا بنختصرهم كلمه اكيد يعني. ماشي؟ ايضا من ضمن وظائف اللي هو الوظيفه المهمه جدا في اندوكراين فانكشنز، في اندوكراين فانكشنز للليفر. ايه هو الاندوكراين فانكشنز للليفر؟ احنا بنطول كده ولا لا عشان بس انا برضه احنا يعني الاندوكراين فانكشنز اوف ذا ليفر. ايه هي الاندوكراين فانكشنز اوف ذا ليفر؟ هل في اندوكراين فانكشن ليفر؟ طبعا مهم جدا. احنا كنا سمعنا عن الاريثروبوتين، الاريثروبوتين اشهرهم اشهر هرمونز بيطلع من الليفر ميلي، هو اصلا ميلي بيطلع 80% منه منين؟ من الكدني، و20% منه منين؟ من الليفر، من الليفر. طبعا ايه علاقه الليفر بالانيميا؟ علاقه كبيره جدا. اول حاجه الاستورج، الاستورج الكدني الليفر بتكون اللي هو الحاجات بيحصل استورج بتكون اول حاجه اسمها هيبسيدين. ايش هو الهيبسيدين ده؟ الهيبسيدين ده عباره عن هرمون، الهرمون ده مهمته ان هو بيعمل بلوك للابسوربشن اوف ايرون الانتستين. انت بقى انا مش محتاج الدم خلاص يعني متشبع ساتوريتد بالايرون وانا مش محتاج ايرون، فيقوم يطلع لنا هيبسيدين. الهيبسيدين يروح يعمل مين؟ يعمل بلوك يروح يعمل بلوك للابسوربشن اوف مين؟ اوف ايرون، ابسوربشن اوف ايرون من الانتستين. ايضا الاريثروبروتين، الاريثروبوتين مهمته ايه؟ ان هو بيعمل اريثروجليسيس. يعني ايش اريثروجليسيس؟ يعني يساعد على تكوين الاريثروزايتس او الار بي سيز من الايه؟ في البون مارو. ايضا بيكون لنا اللي هو الثرومبوبيوتين، الثرومبوبيوتين ده اللي بيساعد على البليتلت فورميشن، على البليتلت ايه؟ فورميشن. وايضا من ضمن الوظائف بتاعته ان هو بيكون لنا اللي هو الانسولين، اللي هو الانسولين جروث فاكتور 1، الانسولين جروث فاكتور 1، الانسولين جروث فاكتور 1 غير الانسولين جروث فاكتور 2. الانسولين جروث فاكتور 1 مسؤول عن الجروث ومسؤول عن الماتوريشن، يعني هو من اسمه اسمه انسولين جروث فاكتور 1 لكن هو مسؤول عن اللي هو الجروث والايه والماتوريشن اللي برضه بيتكون في مين؟ في الليفر. يبقى دي علاقه الليفر بالجروث. ايضا ايضا من ضمن وظائف اللي هو الاندوكراين فانكشن المهمه جدا للليفر ان هو بيكون لنا الكوليسترول. طيب الكوليسترول دي اصلا مهمه في مين؟ ده الكوليسترول دي اصل الاستروجين، 6 هرمونز البروجسترون والتستوستيرونز اصلهم انت في الاول بيبقوا مين؟ بيبقوا اصلا كوليسترول اللي احنا بنسموه ستيرويد هرمونز. الستيرويد هرمونز عندنا كلهم اصلهم اصلا ايه؟ كوليسترول. زي مين؟ زي اللي هو الالدوستيرون اللي بيطلع من الزونه جلومرولوزا من الادرينال كورتكس، الزونه فاسيكولاتا بتطلع لنا الكورتيزون والديكوكورتيكوستيرون، واللي هو الزونه ريتيكولاريز اللي بتطلع لنا السكس هرمونز الاندروجينز والايه؟ واللي هو الفيميل سكس هرمونز والفيميل سكس هرمونز. يبقى اذا الليفر بتدخل في تكوين كل الاسترويد هرمونز، بتدخل ايضا في تكوين الاستروبيوتين، الثرومبوبيوتين والانسولين جروث فاكتور ايه؟ 1 والهيبسي دين، والهيبسي ايه؟ دين. ايضا لا اكسكريتوري فانكشنز. ايه هي الاكسكريتوري فانكشنز بقى؟ الاكسكريتوري فانكشنز اللي هي بتعمل بتخلصنا من السموم، وتخلصنا من الحاجات الزياده، وتخلصنا من اليوريا، وتخلصنا من الامونيا. ولذلك في الناس اللي عندهم هيباتيك انكفالوباسي او هيبا او هيبا او ليفر سيل فيلير بيبقى عرضه ان هم يحصل لهم هايبر امونيميا او هايبر يوريميا او كده. بالنسبه له ايضا بتكون لنا اللي هو الاكيوت فيز رياكتن بروتينز اللي هو السي رياكتن بروتينز والاميلويدز والفايلز وكده والايه والفايلز. ماشي؟ طبعا الاناتومي اوف ذا ليفر اعتقد ان الدكتور سيد يعني شرحه صح؟ اعتقد يعني ان هو شرحه.
The main digestive functions of the liver secretion the bile. يعني حوالي 500 او 600 او 700 مثلا ملي من البايلز بيفرزوا كل يوم بيفرزوا ما فيش يعني مصنع سبحان الله يعني حاجه يعني سبحان الله في اليوم يعني نص كيلو في اليوم من البايلز بيطلع. ايه فائده البايل؟ طبعا البايل مهم جدا يعني طبعا اول حاجه بيعمل لنا emulsification of the fats. Emulsification of the fats يعني بيكسر الفاتس ديت بيكسروا الايه الى small particles small air particles عشان يحصل لها ايه سهوله الامتصاص بعد كده فبيكون لها micelles formations ويحصل لها سهوله الايه اللي هو الابزوربشن من ايه من السمول انتستين. يبقى هو بيساعد اولا في الدايجيشن اوف فات وبيساعد في اللي هو الابزوربشن اوف فات. الابزوربشن اوف ايه؟ فات. وايضا هو الاكسكريتوري فانكشنز الويست برودكتس زي اللي هو الفيلروبين والاند برودكتس اوف هيموجلوبين ديستراكشن اللي هو الاند برودكت اوف هيموجلوبين ايه؟ ديستراكشن. طبعا اعتقد دي يعني سهله القصه ديت ان الجول بلادر طبعا هو عاوز يقول يعني مثلا ان الرايت والليفت هيباتيك باكتس اللي طالعه من الليفرز بتتكون البايلز فتنزل منهم فتعدي على مين؟ على الكومون هيباتيك داكت وبعدين تروح في السيست داكت تدخل مين؟ الجول بلادر وبعدين ما تدخل الجول بلادر تتخزن لحين انا ما ناكل فاتي تيشوز. بمجرد انا ما ناكل فاتي تيشوز بمجرد ما ناكل فاتي تيشوز يحصل ايه؟ يحصل سكريشن للكوليسيستوكاينين هرمونز. يعني مجرد ما يدخل الفات في الماوس الكوليسيستوكاينين يطلع الكوليسيستوكاينين يروح يعمل لنا مين؟ يروح يعمل كونتراكشن لمين؟ للي هو الجول بلادر ويحصل ريلاكسيشن للسفنكتر اوف اودي فيقوم يحصل الحاجه اللي متخزنه داخل الجول بلادر دي تروح ايه؟ تو بي سكريتد مين؟ ان ذا ديودينم. وبعدين تروح للانتستين وتهضم لنا مين؟ اللي هو الفاتي تيشوز. طبعا في النورمال اثناء اللي هو ان بتوين ميلز بتكون الجول بلادر ريلاكسد. عشان ايه؟ عشان تجمع لنا مين؟ اللي هو اللي يعني احنا صايمين دلوقتي احسن وقت احسن واحد تشوفه بالسونار هو مريض الجول مريض البطن. ممتاز. عاوز تعمل له توتال ليبيد بروفايل تعمله. عاوز تعمل له مثلا تشوف الجول بلادر وهو صايم 10 على 10 كده وريلاكس هتشوف بخلاف بقى لما بيجوا بعد الفطار بتبقى مشكله بتقول له تعالى ثاني يوم ممكن تبقى كونتراكت. هو اثناء الفاستنج بتبقى ريلاكس ليه؟ عشان ايه؟ تعمل ستورج وتخزن لنا مين؟ اللي هو الايه؟ البايل وبتكون السفنكتر اوف اودي كلوز. السفنكتر اوف اودي ايه كلوز؟ طبعا لما تزهقوا قولوا لي بيقولوا احنا تعبنا خلاص انا بالنسبه لي عادي يعني. نعم؟ ما انا بقول لحضرتك لما تكونوا انتوا تعبتوا قولوا لي ماشي؟ طبعا ايه من الوظائف اللي هو الجول بلادر؟ الجول بلادر اهم هل الجول بلادر مهمه بالنسبه لنا كحياه زي الجول ليفر؟ يعني طبعا اكيد احنا عارفين ان هي مش مهمه كحياه ما احنا ما نقدرش نقول يعني هي مش مهمه كحياه مش مهمه لاستمراريه الحياه ولا مهمة أصلا كمان لعملية الهضم بشكل كبير جدا. لكن هي ايدز بتساعد فقط هيلبز الايه الدايجيشن. بتخلي عملية ايه بتدي فرصة شوية ان ايه ان هي تخزن لنا الايه اللي هو البايلز بحيث ان هو مش يبقى سكريتد مرة واحدة في مين؟ في اللي هو الانتستين. فاعمل لنا الدائرية اللي بتحصل بعد ما نشيل مين؟ اللي هو الجول بلادر. طبعا اهم وظيفه من ضمن الوظيفه الاستورج يبقى هي كمخزن تخزن لنا مين البايل. ثاني وظيفه الكونسنتريشن لمين للبايل ده. الميه اللي موجوده في الليفر بايل في فرق بين الليفر بايل والجول بلادر يعني والجول بلادر بايل او الجول بلادر بايل في فرق بينهم في مين في الاسيديتي. ان الجول بلادر بايل بيكون مور اسيدك عشان السكريشن اوف هيدروجينز. الجول بلادر بايل بيكون ليس كونسنتريتد ليس ايه كونسنتريتد
يعني بيحصل ايه؟ ان في شويه ميه بيحصل لهم ري ابزوربشن. ري ايه؟ ري ابزوربشن. فبيبقى ليس كونسنتريتد. ولذلك كميه الميه في الليفر بايل بتكون حوالي 97% الميه. وعبر ما بيوصل بقى هناك وهو في الجول بلادر بيوصل 89%، يعني حوالي كام؟ حوالي 8% من الميه حصل لهم ايه؟ ري ابزوربشن. دي بيحصل له بيخليه كونسنتريتد بايل. كونسنتريتد ايه؟ بايل. كونسنتريتد اسيدك بايل. كونسنتريتد اسيدك ايه؟ بايل. هو عاوز يقول لك هنا مثلا، عاوز يقول لك ان اللي بيحصل ان الجول بلادر بايل بيكون بيحتوي على هاي بايل اسيد امايون وكالسيوم، ولكن كميه الصوديوم اقل، كميه الكلورايد اقل، كميه البايو كارب اقل، كميه الميه اقل، نتيجه ان حصل شويه ايه؟ شويه ترانسبورت، شويه ري ابزوربشن. يبقى كميه الكالسيوم اكتر، كميه الاسيد اكتر في الجول بلادر بايل، وبتكون كميه الصوديوم اقل والكلورايد اقل والبايو كارب اقل والايه؟ والووتر اقل. دي ريلاتيف لمين؟ للليفر. للليفر بايل بتاعك. الليفر ايه؟ بايل بتاعك. دي عاوز يقول لك يعني ان ازاي بيحصل كونسنتريشن، ماشي، ان بيحصل اكتف ترانسبورت اوف صوديوم فولود باي سكند ابزوربشن اوف كلورايد ووتر. يبقى الاول بيحصل من الوول بتاع الجول بلادر بيحصل اكتف ترانسبورت اوف ايه؟ اوف صوديوم. بعد كده طبعا انتوا عارفين الصوديوم دايما بيشد معاه مين؟ بيشد معاه الكلورايد، بيشد معاه الووتر، ماشي، بيشد معاه الايه؟ الووتر، ماشي. And the other diffusible constituent تسبع يعني يلي عملية الري ابزوربشن اوف صوديوم ان هو مين؟ ري ابزوربشن للكلورايد وري ابزوربشن لمين؟ للي هو الووتر. طبعا بيحصل له كونسنتريشن البايل ده حوالي خمس مرات، حوالي خمس ايه؟ مرات، وممكن يوصل ل 20 مره الكونسنتريشن بتاعه، يعني يركز اكتر، يعني يركز اكتر، يعني ممكن يوصل في حالات معينه الى حوالي 20 مره، 20 ماكسيمم اوف 20 فولز. ايه هي الكومبوننتس بتاعت البايل؟ الكومبوننتس بتاعت البايل بتاعتنا بايل سولتس، الكوليسترول، الفوسفوليبيدز، البايل بيجمنتس، الايون والووتر، والبايو كارب، والصوديوم والكلورايد، والايه؟ والصوديوم والكلورايد، واللي هو الايه؟ الميه طبعا بتاعتنا. دي الكومبوننتس. الريجوليشن اوف بايل سكريشن. انت بمجرد انت زي ما يعني طبعا احنا عندنا باراسمباثيك وعندنا سيمباثيك. الباراسمباثيك معروف ان هو بيزود كل السكريشنز، بيزود كل الموتيليتي. صح؟ على عكس الايه؟ السيمباثيك بيقلل كل السكريشن وبيقلل ايه؟ اللي هي الموتيليتي، بيقلل ايه؟ الموتيليتي. فالباراسمباثيك الفيجاس نيرف بيعمل مين؟ بيعمل كونتراكشن للوول والريلاكسيشن للسفنكتر الكوبي. الكونتراكشن للوول بتاع مين؟ طبعا بتاع الجي اي تي، وبما فيهم مين؟ اللي هو الوول اوف جول بلادر والريلاكسيشن اوف سفنكتر اوف ايه؟ الكوبي. اما السيمباثيك على عكسه بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للوول، وبيعمل ريلاكسيشن مين؟ للي هو انهبيشن للوول وكونتراكشن في مين؟ في السفنكتر اوف ايه؟ اوف الكوبي. ماشي؟ الكوليسيستوكاينين سكريشن دول دي بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن في مين؟ في الجول بتاع الجول بلادر، ريلاكسيشن في الايه؟ في اللي هو السنتر. بمجرد زي ما قلت لكم الاكل ما بيوصل البق بتاعنا، بمجرد ما يوصل اللي هو البق بتاعنا اللي هو الفاتي تيشوز سبيشال، يبدا يطلع لنا الكوليسيستوكاينين. الكوليسيستوكاينين يعمل كونتراكشن في الجول ريلاكسيشن في السنتر. السبستانسز اللي هي بتزود الكونتراكشن اوف جول بلادر بنسميها كولاجوجز. كولا ايه؟ كولاجوجز. قلنا مين زي مين دلوقتي؟ الكوليسيستوكاينين. الكوليسيستو ايه؟ كاينين. يبقى السبستانسز اللي هي بتعمل كونتراكشن في الجول
بنسموها مين؟ كوليسيستوفايني زي كولاجوجز. في حاجه بقى بتعمل كولوريتك بنسموها كولوريتك. يبقى في فرق بين كولاجوج وكولوريتك. كولاجوج بتعمل كونتراكشن في الجوه زي مين؟ زي اللي هو الكوليسيستوفايني. طب اللي بيعمل ريلاكسيشن اللي بيعمل بيزود الباي سكريشن بنسموها كولوريتكس. اي سبستانس تزود اللي هو الباي سكريشن بنسموها كولوريتك. الموست افكتيف واهم واحد فيهم اللي هو الباي ذات نفسه. الباي ذات نفسه كل ما يطلع كل ما يعمل هو ذات نفسه يزود نفسه. يعني هو ذات نفسه يعتبر ليه فيدباك ميكانيزم. كل ما يطلع باي كل ما يزيد الباي بتاعه. ماشي؟ ما يزيد الايه؟ الباي بتاعه. طبعا الباي بمجرد ما يوصل اللي هو الانتستين بيعمل ابزوربشن ودايجيشن لمين؟ للفاتس. وبيحصلوا ريسايكلينج. يحصلوا ريسايكلينج يعني يرجع مره ثانيه لمين؟ يرجع ثاني مره لمين؟ للليفر مره ثانيه. اللي احنا بنسموها فيما يسمى بالانتيرو هيباتيك ايه؟ سيركوليشن. طبعا الجول ستونز احنا ان شاء الله نتكلم اللي هو الجاي بالتفصيل عن الباين سولت واللي هو الاوبستراكتيف جوندس والقصه ديت يعني. ماشي؟ الجول ستونز طبعا ايه الكوزز اوف باي اوف جول ستونز؟ طبعا الى الان هو انكلير مش معروف. يعني يقول لك واحد خسيه مره واحده خسيه ملحوظه خسيه ملحوظه. في امبالانس ما بين اللي هو الكوليسترول ناشي ما بين الكوليسترولز والبايل سولتس ناشي الكوليسترول والبايل سولتس. فالليفر بتاعنا لو الليفر بتاعنا اكسكريت مور كوليسترول زي اللي هو البايل سولتس هيتكون كوليسترول ستونز. كوليسترول ستونز يعني لو في لازم يبقى في بالانس ما بين بس انت دكتور برشيد تقدر تفضل بس اخد صوره مع حضرتك وراحتك. ماشي يا ماشي ديزولفنج للكوليسترول. لو احنا اتكون عندنا كوليسترول كتير والليفر كون كوليسترول كتير بالتالي هيحصل ايه؟ هيتكون كوليسترول بيجمنتس. كوليسترول ايه؟ بيجمنتس. او البايل كونتينز تو ماتش بلوروبين. تو ماتش ايه بلوروبين؟ نتيجه مين؟ نتيجه ان في اوفر ديستراكشن اوف مين او هيموليسيس لمين للابسيس. طبعا تعرف الابسيس لما بتكسر بتكون لنا الايه؟ او الهيموجلوبين لما بتكسر بتكون لنا هيموجلوبين. والهيم لما بتكسر في النهايه بيدينا بيليفيردين وبعد كده بيدينا مين؟ بيدينا اللي هو البيليروبين. فلو اتكون بيليروبين كتير الهيموليتيك انيميا دي عرضه برضه ان المريض يحصل له مين؟ يحصل له يتكون ستونز ايضا. او ان في ان الجول بلادر ما بتفضيش كويس. ما بتفضيش ايه؟ كويس. فبترصف فيها بعض مين؟ الكوليسترولز وبعض البيجمنتس فبتكون لنا مين؟ اللي هم الستونز. الايه؟ الستون. طبعا هو عاوز يقول لك ان الكوليسترول ستونز ريسك فاكتورز اللي هو زي ما انتم عارفين ال 40 الفيميل اللي هم ال 4 اف دول 40 تكون 40 وتكون فير بيضة وتكون فيميل وتكون فيرتايل. ماشي؟ كل دي عوامل مساعده وتكون فاتي. ماشي؟ وفي فاميلي هيستوري وفي فاميلي هيستوري ايضا وفات وفي 2 دي اللي هم الدايبيتس ميليتس. معظم الناس اللي عندهم دايبيتس ميليتس عرضه ومعظم برضه نتيجه مين؟ تكوين الكوليسترول الكتير ان هم عرضه للهايبر ليبيديميا. ماشي؟ وايضا الناس اللي بياخدوا الدراجز زي اللي هو الاورال كونتراسبتيف بيلز. الورق كونتراسبت بيلز ايضا من ضمن العوامل عند الناس من ضمن اسباب مين اللي هو بتكون ستونز. ولذلك احنا الناس اللي عندهم جول بلادر ستونز بننصحهم كنساء ان هم ما ياخدوش مين؟ ان هم ما ياخدوش الورق كونتراسبت بيلز. والناس اللي هم الدايبيتيك طبعا هم بيبقوا برضه عرضه لمين؟ للجول بلادر ستونز وبيكون في مشكله كبيره خالص في المرضى اللي هم بتوع السكر. ماشي؟ ميكسد ستونز. طب ازاي نمنع الجول ستونز بريفلنس؟ هي نسبتها طبعا 10% من البيبلز اكتر من 40 سنه هتزيد اكتر في الكبار. الريسك طبعا هيقول لك ريسك فاكتورز دايابيتس الاورال كونتراسبت البيلز البريجننسي الفاتي مينز
ايضا الناس اللي هم اوفر ويت الاويز الامريكان والانديان والمكسيكيان امريكانز ايضا الناس اللي هم بياخدوا كراش دايت كراش دايت يعني ايه كراش دايت يعني بيخسوا خسيه ملحوظه يعني يروح لدكتور ريجيم يخسروا مثلا 15 كيلو مره واحده دول برضه من ضمن الناس اللي هم عرضه للجول بلاد السوق انت بتشوف ناس كتير اللي هو خس مره واحده ده طب ايه الميكانيزم والله الميكانيزم بتاع الديت يعني اعتقد ان هو هيحصل يعني امبالانس في البلوروبين فورميشن او الكوليسترول بيجمنت يعني هو المهم ان هو ايه الكراش دايت دي غلط المهم ان احنا المفترض ان احنا سنسبل دايت يعني اكل متوازن المفروض ان احنا نمشي عليه اكل متوازن والمفروض ان احنا ننصح الواحد اللي هو تخين هو يخس اللي هو الاورال كونتراسيبت دي بنز بلاش طبعا لاسباب كثيره معروفه البريجننت في ميلز ايضا ماشي اللي هو اللي بيخس خسيه ملحوظه ايضا من ضمن الناس اللي هم مين اللي بيحصل لهم نفس القصه والدايبيتك بيشنت ايضا ريسك فاكتورز ماشي في نظام خسان اسمه كيتو ايه؟ دي رساله انا لسه كنت مناقشها حاجه صحيه؟ لسه الرساله دي انا كنت لسه مناقشها ده مش في عليها والله تقصير الايفكت اوف كيتوجينيك دايت على اللي هو الدايبيتس ان ميلتس في ميلتس هنبقى نبعت لك الرساله انا عايز السمري اللي هو السمري ان هو انت بتاكل انت هتلاقي في الرساله جواها سمري السمري ان انت بتبعد عن الكربوهيدرات خالص بتجنبه خالص طبعا في كذا نظام الكيتو دايت سواء النظام يعني انت تقلل من لو كربوهيدرات او مفيش خالص وتاكل بروتين وتاكل دهون وتاكل ايه؟ دهون ماشي؟ قشطه وتاكل حاجات زي كده وبيض وكذا بس المهم ان انت تبعد عن ايه؟ عن الكربوهيدرات دي بيخسس بس ليه شويه عيوب وليه شويه ميزات وكده يعني الخسيه الملحوظه ضمن الاسباب اللي احنا قلنا بتعمل ايه؟ اللي هو ان طبعا السيمتوم بقى طبعا انتوا عارفينها يعني دي عارفينها هو مو نص يعني ممكن تكون اسيمتوماتيك زي ما انتوا عارفين في المارفي ساينز وكده الكومبليكيشنز اوف جول بلادر ستونز دي حاجات بقى يعني تبعكم زي اللي شخص انتوا اصلا زدنا فيها يعني وامتى نعملها؟ الايفكت اوف كوليسيستكتومي اوف كولي سيستكتومي يعني ايه اللي بيحصل لما انا شفت الجول برادرز لما انا شفت الجول برادر من ناحيه المشكله ان ما عادش في ستارتش ان على طول بينزل على طول على مين؟ على الانتست فدي المريض ده بيعاني من حاجه اسمها ايه؟ المشكله اللي بتحصل بعد اللي هو بوست كوليسيستكتومي ديسبيبسيا بيقول لك ان انا بعد بيجي له دايريا يا اول ما ياكل يحصل له اسهال وخاصه لما ياكل فاتي ميلز لما ياكل فاتي ميلز دي بننصحه بايه؟ بنقول له ان انت طبعا احنا زي ما قلنا ان الجول بلادر مش اسينشال لللايف ولا مهم قوي للدايجيشن بتاع الايه؟ الدايجيشن افضل حاجه بعد العمليه ما ياكلش فاتس لمده اسبوع او اسبوعين ما ياكلش فاتس ومع الوقت نفهمه ان هي هتروح ان الموضوع ده هيروح مش مره واحده ماشي وطبعا في بعض الناس بيدوا له القرص دايوكسين اللي هو القرص جول وكده بيدوا له القرص جول لكن هو في الاول وفي الاخر هو هياخد وقت لحد ما ايه؟ لحد ما ايه؟ ما يتحسن. ليه احنا بنعمل جول برادر بنشيل جول برادر؟ طبعا لو فيها انفلاميشن لو فيها ستونز لو حصل سده في القناه المراريه لو حصل لو في بوليبس ماشي لو عملت بنكرياتيتس كل دي حاجات احنا ايه؟ انديكيشنز ان احنا نشيل مين؟ الجول برادرز. واكيد انتوا اساتذتي في الحته ديت يعني فاهمين الحته دي كويس خالص. طب انت ادي تريتمنت اكيد برضه كنتوا يعني عارفين انت ادي تريتمنت عشان ما نضيعش وقتنا في الحته دي. الانترو هيباتيك سيركوليشن ولا خلينا نقعد ايه؟ ولا ناخدها بسرعه كده؟ هما كلمتين يعني. الانترو هيباتيك سيركوليشن تعني ايه؟ السيركوليشن اوف ذا بايل فروم ذا ليفر ماشي؟ when it is produced لحد ما يوصل السمول انتستين وبعدين ريسايكل ويحصل له ابسوربشن ويرجع تاني لمين؟ للليفر مره تانيه ماشي؟ يبقى دي كلمه انتيرو هيباتيك سيركوليشن ان الليفر كونت البايل
راح حصل له ستورج في الجول بدر. بعد ما كده عدى من السيستم ضغط مشى في الكولوم باي ضغط هيبات الضغط باي ضغط وبعدين راح وصل عدى من السفنكتر الفقري وصل للجلد والانتستين هرب الاكل والجزء منه حصل له ري ابزوربشن ورجع تاني عن طريق البورتال ايه البورتال فينز. طبعا انتوا عارفين زي ما انتوا عارفين حضراتكم ان البورتال فينز اللي بيجي منين، انت عندك الاورطه بتطلع السبلينيك ارتري بيروح يغذي السبلين، بيطلع الجاستريك ارتري بيروح يغذي الاستومك، بيطلع الميزنتريك ارتري بيروح يغذي مين اللي هو الانتستين، بيطلع البنكرياتيك ارتري بيروح يغذي البنكرياس. طب وبعدين التيشوز دي كلها السبلين البنكرياس السمول انتستين الاستومك تطلع منها مين فينز اللي هو الفين الصلاه يروح يتجمعوا كلهم يدخلوا في مين في البورتال فين. يبقى احنا لو في سبوره كنا عملناها ان هو الاول الاورطه بيدي اللي هو الهبات بيدي اللي هو الجاستريك ارتري للاستومك، سبلينيك ارتري للسبلين، بنكرياتيك ارتري للبنكرياس، ميزنتريك ارتري للانتستين. وبعدين يطلع ميزنتريك فين؟ الفين الصلايه بقى من الايه؟ من الانتستين. ويطلع سبلينيك فين؟ من السبلين. ويطلع جاستريك فين؟ من منين؟ من الاستومك. ويطلع بنكرياتيك فين؟ من مين؟ من البنكرياس. ويروحوا كلهم يصبوا في مين؟ في البورتال فين؟ وبعدين البورتال فين يدخل مين؟ للليفر مع البايل داكت وكده ايه مع الايه؟ مع اللي هو ندخل عن طريق البورتا هيباتس، البورتا ايه؟ هيباتس. والبورتال فين دي شايلينها بقى حاجات بقى جايب بقى النوترينتس وشايل جايب جلوكوز وشايل جايب دايجستف دايجستف نوترينتس اللي احنا كناها وهياخدها بقى عشان الكلب بقى يبدا بقى يشكلها مين اللي ياخده واللي بيعمل فيها ايه والبروتين يعمل فيه وكذا. وبعد كده ها الهيباتيك فين يروح يصب في مين؟ في الانفيريور فينا ايه؟ فينا كاف. وبعد الانفيريور فينا كاف يروح يصب في مين؟ في الرايت اتريوم اوف ذا ايه؟ اوف ذا ايه؟ اوف ذا هارت. فالبايل بعد ما يبقى سكريت يكون بيروح الليفر بيطلع من الليفر يروح كذا دي اسمها بنسموها انتيرو هيباتيك سيركوليشن ماشي. يعني بيحصل دي سايكلينج لمين؟ دي اللي هو الايه؟ دي البايل. الهيلثي بيبول بيقول لك البايل اسيد بولز من حوالي 2 ل 4 جرام 2 ل 4 ايه؟ جرامز ماشي. في الناس اللي هم اللايتر ايترز البايل اسيد بول بيلف كم مره؟ ممكن يلف له من حوالي من 3 ل 5 مرات اللي هم بياكلوا اكل خفيف. اما الناس الثانيه اللي هم بياكلوا اكل تقيل ده ممكن من 14 ل 16 اللي هم زينا يعني كده بياكلوا مين من 14 ل 16 ايه مره في اليوم ماشي. يعني بيحصل ريسايكلنج للبايل ده في الناس اللي هم اللايتر اللي هم بنسموهم لايت ايترز من حوالي 3 ل 5 مرات دوخت حوالي 5 مرات بالنسبه لمين؟ الناس اللي هم ايه اللي هم الهيفي هيت ايترز ماشي. طب بيحصل ري ابزوربشن للبايل سولتس ديت من الديستال بارت بتاع الاليا. من الديستال بارت بتاع مين؟ الاليا. هو الوحيد يعني ولا ده موست كومن؟ يعني الموست بارت اللي بيحصل ري ابزوربشن من الديستال بارت بتاع الاليا. الديستال بارت بتاع الايه؟ الاليا. لذلك لو احنا شلنا الحته بتاعت الاليا ديت وحصل ريسكشن ليها وشلناها او حصل انفلاميشن فيها زي انفلامات الباونس ديسيز زي برونز ديسيز او الالسراتيف كولايتس الاوتوميون ديسيز ديت للاسف الناس دي هيبقى عندهم مين؟ هيبقى عندهم داري وهيبقى عندهم استياتوري. استياتوري ايه؟ استياتوري ماشي. يبقى الناس اللي هم طبعا حسب السيفيريتي بتاعت الديسيز كل ما بتزيد السيفيريتي وكل ما تزيد الانفلاميشن وكل ما تزيد المشكله كل ما الري ابزوربشن للبايل يقل من الديستال بارت بتاع الاليم فيحصل مشكله ماشي. ولذلك طبعا وجود البايل سولت في الكرونيك ليومن بياكتيفيت الكلورايد ايه سكريشن والصوديوم والووتر بيحصل لهم ري ابزوربشن فولوينج الايه اللي هو الكلورايد. طب بيحصل البايل سولت ده في الانتستاينال ليومن بيحصل له ري ابزوربشن ازاي؟ بكذا طريقه. يا اما باسيف ترانسبورت باسيف ديفيوجن او باسيف ترانسبورت او باسيف ديفيوجن ماشي. باسيف ديفيوجن انا مش محتاج اي تي بي مش محتاج انرجي مش محتاجين اي طاقه
ماشي يحصل باسيف ديفيوجن من الديستال بارت بتاع الجيليوم ده، يا اما اكتف ترانسبورت. اكتف ايه ترانسبورت؟ بنسموه اكتف ايبيكال صوديوم ديبندنت بايل سولت ترانسبورت، يعني بتنقل صوديوم مع بايل سولت. صوديوم مع مين؟ مع البايل سولت. ودي اكتف بروسيس. يعني اكتف بروسيس يعني محتاجه انرجي. او اما ان يحصل ترانسفورمنج للبايل سولتس لبايل اسيدز بالبكتيريا، البايل سولتس لبايل ايه اسيدز، يا اما يحصل ترانسفورمورتس للبرايمري بايل اسيدز لسكندري بايل ايه اسيدز بيت البكتيريا. ولذلك البكتيريا مهمه جدا، دي بكتيريا ايه نافعه بتساعد على امتصاص مين. لذلك احنا بنقول لك قضيه البروبايوتكس، احنا ندي بروبايوتكس ليه؟ لان دي بتساعد على بتحافظ لنا على البكتيريا النافعه اللي موجوده فين؟ في الجي اي تي. ودي بعض الناس بيتكلموا فيها كتير ان هي من ضمن علاجات الايه؟ القولون والديسبيبسيا والمشاكل بتاعت الايه؟ الديسبيبسيا. يبقى ازاي بيحصل ريسايكلينج؟ ازاي؟ يا اما بالباسيف ديفيوجن، يا اما اكتف مع الصوديوم، يا اما يحصل ترانسفورميشن للبايل سولت لمين؟ للبايل اسيدز، يا اما البرايمري بايل اسيدز لايه؟ لسكندري بايل ايه؟ سكندري بايل ايه؟ اسيدز. يعني احنا كده نكون احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا، ومعلش اذا كنت انا اثقلت عليكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.